هعمل معاكم النهاردة أحلى مكرونة فرن بالجبن المشكلة. عندي هنا المكرونة، هتكون مكرونة بنة مسلوقة، عندي كمان الجبن المشكلة المبشورة، الجبنة الموتزاريلا، كريمة طبخ، والثوم، البقدونس، ملح وفلفل، والبهارات الإيطالية. تعالوا نشوف أول حاجة عايزة أعملها هي تظبيط الصوص بتاعنا الجميل كده. يا الله بينا، هحط شوية زيت هجيب الثوم البهارات الإيطالي ملح خفيف فلفل يا سلام يا سلام، وهنزل في الكريمة وبعدين هجيب الجبنة البلو تشيز بتاعتنا، اجيب منها حتة كده وهحطها كده. تدوب مع الصوص بتاعنا الجميل، شايفين الجمال ده بقى، الله. وهنزل بإيه، شوية من الجبن المشكلة المبشورة بتاعتنا كده، ومعاها المكرونة بتاعتي بقى اهو كده، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض. بصوا بقى، شوفوا 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 كده. وهجيب خضرتنا الحلوة، كل ما كانت فريش جبن، وهنقلب تقليبة تانية، وهننزل في البايركس بتاعنا. يا سلام يا سلام، عملنا ايه؟ اول حاجة حطينا الثوم مع شوية زيت، وحطيت ملح وفلفل والبهارات بتاعتنا الايطالي، وبعد كده حطينا الكريمة، كريمة الطبخ، والجبن المشكلة على الوش، وايه نسيبها بقى تاخد تقلها وحلاوتها، وبعدين ننزل المكرونة تاني، وحطينا الخضرة بتاعتنا ونقلب، وهنزلها في البايركس وهحط على وشها جبنة موتزاريلا. مش عايزة احكي لكم بتطلع عاملة ازاي، والجبن معاها بتسيح وبتبقى اجرام. بصوا بصوا بقى الجمال ده اهو كده، وهنزل بقية الجبن الموجودة هنا كده، وعليهم جبنة الموتزاريلا. شوفوا بقى حكاية دي كده، كلها كريمي، بصوا الجمال ده، الله. مكرونة بتاعتنا في الفرن، تعالوا نشوف وصلت لإيه. أيوة شوفوا بقى الجمال ده، تعالوا نطلعها، بصوا بقى سايحة وإيه، حكاية وجمال وطعم يجنن، جبن مشكلة، الله 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 الله. بصوا بقى يا سيدي يا سيدي يا سيدي.